فريق الرجاء عنده مشكل في التركيبة البشرية دياله، المدرب مادام قبل خصو يتحمل مسؤوليته. وأنا دائما كنقول لك ما يمكنش نحكموا على مدرب من مباراة ولا جوج، المدرب كنحكموا عليه على مدى متوسط أو طويل، على عدد من المباريات مع عموته كل شيء ينتقده في الأخير فاز بالشان. لو كنا أن الانتقاد ديالنا بقى حابس المباراتين كان خصنا نجري على عموته وكان خصنا نجري على المنتخب ونجري على كل شيء. ولكن كنظن أن البطولة فيها 30 مباراة خص يتحاسب عليها في واحد يمكن مدى معين، كذلك لا كأس الكاف ولا كأس العرب. وأنا كان كنقول لك أنا السؤال الآن اللي خصو كاين تخوف، علاش هادوك اللاعبين تراجع المستوى ديالهم وعلاش البطوله توقفات 40 يوم وكنقولوا اللاعبين خصهم يرتاحوا؟ هذه اسئله محوريه، يعني فين كاين الخلل؟ واش في الاعداد البدني؟ واش لاعبين غير منضبطين؟ واش كاين مشكل انه في لاعبين غير مركزين؟ واش لاعبين انهم تاخر ديال الصرف ديال المستحقات ديالهم مؤثر؟ فهذه اسئله يمكن انه الى جاوبنا عليها غنعرفوا جزء من الحقيقه.